عشان ماليش غيرك ولا بستغنى عنها، وعشان بحبك ماليش مكان في زعل روحي إلا حضنها، وعشان ماليش غيرك حبيبي. اليس اهلا وسهلا فيك عبر اغاني اغاني بينعاد عليك. ميرسي، ينعاد عليك، ينعاد على كل العالم، بتمنى لهم ميري كريسماس وسنة حلوة إن شاء الله. كيف تقضي ازمنة اجواء الميلاد؟ هيدي مع العيلة، هيدي ما في مجال، يعني إنه هاي أكتر عيد بتكون قريب من عائلتك، من ربك، من مع العيلة أكيد، يعني شيء مقدس. يعني بعرف انه ما بتحبي تحكي، بس رح اسمع لحالي اقول انه انت من النجمات اللي كتير بحبوا بهيدي الفتره يعملوا اعمال خيريه، واليوم تحديدا بهالفتره بما انه فتره ميلاد عندك عده اعمال خيريه. بعرف 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 من عالم مقربين نحكي عنه، ما في شيء نحكي عنه. بعرف ما بتحبي تحكي ليضل عمل خيري، بس هو هذا الشيء ما فينا نحن كاعلام غير ما نصرح وندوي على هذا الجانب الانساني الرائع بشخصيتك، نحكي عنه، ما في لزوم نحكي، بليز. وخاصة انك عم تعملي خير مع عالم يمكن انتمائك سياسي معاكس لانها انت لا، انا لا، لما تعمل شيء مع ناس بتميز، يعني الانتماء السياسي هو مع الأنظمة مش مع العالم، في فرق، بليز. طبعا. كيف كانت تجربة الصحافي ورئيس تحرير مجلة الزمالك؟ حلوة، انبسطت فيها هيك، يعني اكيد بعيدة مرة تانية، كثير عجبتني الفرحة اللي انا فيها دي كلها ترجع لي، وانا جنبك راضية ومرتاحة لكل ما فيك، سبت انا كل الدنيا عشانك وهشاركك حضنك ومكانك، وبقول لك يا حبيبي حياة انا من فيك. الالبوم الاخير او الالبوم الجديد بلش قيد التحضير وسمعت غنية حلوه كتير منه. انا كيف ما حدا ملحن فما عندي شيء يمكن تاخدي من عنده. مين؟ يا مرايتي. ايه هي اخذتها اوريدي، اخذتها وعجبت التنازل من زياد درجه واحمد ماضي اكيد. يمكن ما كان لازم اقول لك لانه هو بكل سريه يعني، بس انا كان مبسوط فيها وقال لي رح تطلع معها رائعه. كيف سريه يعني؟ كثير التزمت بالسريه على كل حال. كيف تحضير الالبوم؟ ماشي حال، بيقولوا على قدم وساق، بس بعد ناقصني اغاني، ما بلشت بالورشه الحقيقيه لتنفيذ العمل لحديت ما يخلصوا الاغاني، ما بحب بلش والاغاني بعد ما اكتملوا، لما بدي يكتملوا بكون 12 او 13 ببلش بعمل ورشه الشغل كله. ايمتى تقريبا رح يكون بالسوق؟ ما بعندي، ما عندي جواب. اكيد اكيد اذا بده يكون بالصيف اكيد. كيف التحديد لراس السنه وين؟ يعني راس السنه رايحين على دبي، راح على دبي عم بعمل حفلتي هنيك. تحضير عادي، انا لقلي هيدا الشغل نهار مثل كل النهارات. باني برجع واتمنى منك كلمة حلوة تقولها ليا، اسمعها برجع وانسى اني